بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا لا تسبب مضادات الاكتئاب أي نوع من أنواع الإدمان، لا الإدمان الجسدي أو الإدمان النفسي أو السلوكي على مضادات الاكتئاب. الإشكالية التي تواجه الناس في فهم هذه القضية هو أن الكثير يخلط بين الإدمان والإزمان، فبعض الحالات قد تحتاج مضادات الاكتئاب لفترات طويلة، أو عند التوقف منها قد يعود بعض أعراض الاكتئاب للمريض وبالتالي يحتاج إلى العودة إلى العلاج مرة أخرى. لذلك يظن البعض أن هذا إدمان لمضادات الاكتئاب، وفي الحقيقة أن الحالة هي التي تحتاج استخدام مضادات الاكتئاب إلى فترات طويلة من خلال العقود التي استخدمت فيها جميع مضادات الاكتئاب في السنوات الماضية، ومن خلال كل الأبحاث العلمية مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان.